احتفلت رعية مارشر بالمارونية بقداس التسلم والتسليم بين الخوري جوزيف السويد والمنسنيور غازي الخوري برعاية المطران جورج شيحان السامي الاحترام وبحضور رسمي من فعاليات دينية مختلفة، إلى جانب المطران موسى الحاج النائب البطريركي وعدد من الأباء الكهنة وأهل الرعية. كما أقيم قداس التسلم من المونسنيور غازي الخوري والأب سامر زكنون، والتسليم للأب جوزيف سويد كاهناً جديداً لرعية مار شربل. وبهذه المناسبة قامت سيدات أخوية مار شربل بزيارة محبة ووداع للأب غازي الخوري رعي كنيسة مار شربل، وقدمنا هدية تذكارية كعربون محبة وتقدير لقدسه لما قدمه من خدمة لرعيته. أنا بدي أشكر ربنا على هالنهار اللي كان نهار استثنائي بحياتي، لأنه مثل ما قلت بكلمتي الأخيرة أنا ودعت مذبح بستون بعد 24 سنة، واليوم عم بستقبل مذبح جديد، وربنا عم بستقبلني تكون خادم لهالمذبح ولهالرعية ولهالمنطقة، أنا بسميها مملكة كمان. فاليوم بفخر فخر بقول لك بشكر ربنا على النعمة اللي أعطاني إياها. أول شيء هالنعمة بعتبرها هي أولادنا، وبدي روح أبعد تقول إنه يمكن كل خبرتي ووزناتي والنعم اللي الله أعطاني إياها حابب أسكبها سكب تطفطف على هالناس، لأنه مثل ما شفت ناس رائعين واستثنائيين. أنتوا بالمملكة بالحقيقة عندكم كتير طيبة، وهذا الشيء اللي بفرحني إنه أنا جاي عند أهلي وعند ناسي، ورح أحمل لهالناس يمكن اللي حملته عبر شاشة نور سات ونور الإنجيل ونور الشباب فترة 30 سنة وعشر سنين حسب الباقة، وهالباقة رح أحملها بقلبي وبصلاتي، وأنا وياكم رح نعمل مشوار كتير حلو إن كان من الأردن تنرجع نحط ونبث جيل الإنجيل ونور الإنجيل على كل هالمطارح اللي راح يوصل نور سات. فأول شيء بدي أشكركم على محبتكم وعلى أنكم دايما موجودين ودايما عندكم بصمتكم، وهيدي الشغلة اللي أنا بتفرح لقلبي. بالحقيقة أول شيء سألته رايح على الأردن، قالوا لي في نور سات، قلت لهم خلص طالما هذا الشيء بيطمني، لأنه حابب أحمل هالبشارة. قلبي شغوف جدا لا يسوع المسيح وعش إلى الإنجيل، حابب استثمروا على هالمملكة بأرض هالمملكة. فشكر لكل الأشخاص اللي شاركونا اليوم الذبيحة، وسيدة المطران موسى الحاج اللي رح يكون عم مثله بالمملكة، وأكيد رح أحمل البشارة بفرح بفخر، ورح يكون ممثل لربنا يسوع المسيح مثل ما الناس وانتظاراتهم وأشواقهم، وسمعت كتير قديش عندهم عطش ليسوع المسيح. فأنا بدي أشكركم، ورح نترافق سوا على دروب الحياة، ورح نترافق سوا كتير تنكون قد ما هني متوقعين ويمكن أكتر، وقد ما أنا عندي شوق بقلبي ورغبة واقترام وعشق لإنجيل يسوع رح يدوقهم طعمة حب يسوع المسيح على قد ما بقدر من بوقتي بحضوري من كل شيء ربنا أعطاني. يعني بالحياة في لحظات ما فينا نهرب منها، ومنجرب نعيشها بملئها، لأنه كل لحظة وكل نسمة هي ولادة جديدة. فجربت أعيش أنا هالمرحلة، مرحلة الوداع، بكل حسناتها وسيئاتها، بكل تقلها وبكل أحزانها وأفراحها، لأنه بده الإنسان يمتلي من حب اللحظة يعني. فاليوم أكيد حضرته برواق مع كل التعب، صار لي شهر في تعب وضغط، بس عشت هاللحظة كأنه ما في، راح التعب راح الشعور ما بين الحزن والفرح كله، لحتى حطيت حالي بجو هاللحظة، وانتو شفتوني اصلا يعني راجعوا الارشيف عندكم ماني وجه اعلامي، بس الاردن بيستاهل، الاردن بيعطي وبيخلي الانسان يعطي ما عنده من مواهب ودرر يعني. فانا راح اذكركم على طول، ما راح انساكم، واكيد الاردن بقلبي وانا بقلب الاردني يعني. وهالشي ظهر هالمدة الشهر، ويمكن رافقته الفيسبوك تبعولي، ويعني من الأوقات القليلة الفيسبوك تبعولي بيكون نشط يعني. بتشكر كل وسائل الإعلام المسيحية، بتشكر المسيحيين والمسلمين كل أهل الأردن
لأنه بتلاحظ أنت بتقول أنه شو عملت، بس إذا بترجع بتفكر كل لحظة كان فيها عمل، كل لحظة فيها ناس، كل إنسان مثقف بعمان بتعيش معه مين ما كان يكون. ما بتسأل شو دينك، شو جنسيتك، بتسأل شو إنسانيتك.